السلام عليكم متابعين قناة التعرف. اليوم إن شاء الله سنعرض لكم في هذا الفيديو مجموعة من الأشخاص المحظوظين الذين سجلوا كأسعد من في الأرض نظرا للمواقف التي تعرضوا لها. لينا فالسون. وجدت السويدية لينا فالسون خاتم زواجها الذي فقدته عام 1995 في أحد ثمار الجزر أثناء حصادها لحديقتها عام 2011. ستيف المناضل. ترعرع ستيف بدون وجود أمه وظل يبحث عنها لفترة طويلة إلى أن وجدها بعدما اكتشف أنه كان يبحث عن اسم خاطئ. كانت تعمل بنفس سلسلة المحلات التي يعمل بها الابن لكن بمكان آخر. فيرجينا فايك. اختارت فيرجينا رقم مميز لتذكرة اليانصيب، وذلك بتكوين عدد السنوات التي قضاها والديها مع بعضهما البعض، والثانية عمرهم في سن الزفاف. وفي عام 2012 أخذت نفس الأرقام بالصدفة حتى جلبت واحدة منهما مليون دولار. تسوتومو ياماجوتشي. الشخص الوحيد الذي نجا من الهجمتين النوويتين على اليابان في هيروشيما وناجازاكي، حيث كان برحلة عمل أثناء الضربة الأولى على هيروشيما، وبعد ثلاثة أيام عاد إلى مقر عمله بناجازاكي حيث وقع الانفجار الثاني وأصيب ببعض الحروق فقط. هاريسون أوكينا. عمل هاريسون كطاهي في أحد السفن البحرية، كان بالحمام أثناء غرق السفينة ولم يستطع الهروب من مكانه في الوقت المناسب، لكن لحسن الحظ استطاع الوصول إلى وسادة في غرفة المحرك وتمكنت القوات من إنقاذه بعد ثلاثة أيام، وهو الناجي الوحيد من بين 12 من أعضاء فريقه. جوان جينيثر. باعها رجل غير محظوظ تذكرة يانصيب ربحت منها 5.4 مليون دولار، وبعد 10 سنوات فازت أيضا بمبلغ 2 مليون دولار، وبعد 3 سنوات فازت بمبلغ آخر 3 مليون دولار، وفي عام 2008 فازت بمبلغ 10 مليون دولار. جوليان كيوبك. نجت جوليان من تحطم طائرة فوق نهر الأمازون في عام 1971 وكانت تبلغ من العمر 17 عاما، وعاشت في الغابات البرية لبضعة أيام قبل أن يتم إنقاذها من قبل السكان المحليين، وهي الناجية الوحيدة من تحطم تلك الطائرة. مارتن دي جونج. حجز راكب الدراجة الهولندي مارتن دي جونج تذاكر لرحلتين جويتين بالخطوط الماليزية، وقام بإلغاء حجزه في اللحظة الأخيرة ليهرب منهما، حيث اختفت إحداهما في المحيط الهندي وتوقفت الأخرى عن العمل أثناء الطيران. ريشما بيجوم. كانت ريشما تعمل بالحياكة في مصنع مكون من 18 طابق، لكن بعد سقوطه كانت محظوظة تماما لإيجاد الماء والطعام الذي جعلها تستمر لمدة 17 يوما تحت الأنقاض. فرانسي لاك. هو مدرس موسيقي كرواتي نجا من سلسلة متتالية من الموت بأعجوبة، حيث سقط قطار كان يستقله في بحيرة ونجا منها، ومن حادث سيارة، وأيضا طائرة تهوى في كومة من القش، وفاز أخيرا بجائزة قدرها مليون دولار في سحب اليانصيب. وفي الأخير نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته، وأيضا إخبارنا عن آرائكم حول هذا الفيديو في تعليق، وشكرا.